مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. بعد إعلان مؤثر ريفك افتتاح مطعم خاص لأمه، تفاجأ بتعليقات سلبية كتقييم عن جودة الأكل، والغريب في الأمر أن كل هذه التعليقات كانت قبل إعلان الافتتاح. سبحان الله، كاين عباد أقسم بالله يا خوتي غير قلبهم مريض، قلبهم مريض. دخلت لجوجل مابس لقيت الناس قبل ما نفتحوا مامبا، قبل ما نفتحوا داخلين يكومونتيو هكذايا، ماكله ماشي مليحه، وسطاف ماشي مليح، وريستو ماشي مليح، قبل ما نفتحوا كاع. وداروا لنا نجمه وحده في جوجل مابس، علاش؟ والله يا خوتي غير نهضر معكم شغل خوكم نحو هذيك ريفكا 5 مليون. انا بيرسونالمون كي شفت هاد الضحكه تاع يما هادي، هاد الضحكه وهي تشوف فيا نعلبوها كاع مال الدنيا. شتو كاع مال الدنيا؟ انا هاد الضحكه هادي تسوى كلش عندي، اقسم بالله، ونتمناها لكل واحد فيكم. والله يرحم جميع واحد مات يما، ان شاء الله يقدر يفرح انسان اللي قريب ليه بزاف واللي يحبوه كيما فرحت اليوم على جوز يما. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب، واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.